اكتر من بيان يا احمد النادي الاهلي بيؤكد فيه على ضروره حضور الجمهور في الدوري، في مباريات الدوري مفيش نادي احرص من النادي الاهلي على حضور جمهوره، وبيستغل النادي الاهلي اي بيان عشان يؤكد في النقطه دي ان حضور الجمهور شيء اساسي. النقطه اللي كان فيها اختلاف من النادي الاهلي في البيان التكميلي، وهي فكره دعم الحكام ماديا، ان الحكام الحرص على تطوير مستواهم، ولكن في نقطة مهمة جدا الاستعانة بالفار. أنا النادي الأهلي دايما بيروج إن هو بيستفيد تحكيميا، أنا أكتر نادي ذكرت في بيانات رسمية إن أنا عايز أستند إلى الفار. كمان النادي الأهلي قال حاجة لها علاقة وكأن النادي الأهلي بيرشد الناس إزاي تنظموا المسابقة، قال لك تطوير الحكم، لأن العنصر البشري هو أساس الفار يا جماعة، الفار مش عنصر غير بشري، الفار عنصر بشري، إذا صلح العنصر البشري الفار هيقدم جودة ممتازة، غير كده هنكون في مشكلة وهيكون الفار كأنه شيء مجرد ورد جميل جدا حاطينه عشان المنظر يبقى كويس ولكن ما بيأديش لنتائج. لا، والحقيقة كمان هو الأستاذ عمرو الجنايني في بداية الحوار وبداية توليه المسؤولية أعلن عن فكرة إن الفار هيتم تطبيقه من يناير. هنا الخطاب بتاع النادي الأهلي تفكير أو تذكير، هل حضرتك بدأت تدرب الحكام على فكرة استخدام الفار اللي المفروض في يناير؟ أنت لو هتستخدم بالفعل الفار من يناير المفروض اوريدي الحكام دلوقتي بتشتغل على تطبيق التقنية دي. أنا ده سؤال أعتقد إجابته عن الأستاذ عمرو الجنايني، أنا ما أعرفش هم فعلا بيدربوا التحكيم ولا لأ، لأن ده نقطة مهمة جدا. وبنأكد إن النادي الأهلي اللي الناس بتقول ان هو بطولاته فيها مش عارف تحكيم او اكتر نادي بيستفيد من الحكام هو الحريص، اكتر نادي حريص على ان يتم تطبيق الفار. وفي بيانات كتير جدا احنا على مدار السنه اللي فاتت اعلنا عن ضروره تقنيه الفار، وبرده في بدايه هذا الموسم برده بنعلن عن ضروره تقنيه الفار. اعتقد لو في نادي بيستفاد من التحكيم مش هيكون هو الحريص على ان تقنيه الفار يتم استخدامها.